السلام عليكم، معكم عائشة سليمان، فعالية المجتمع المدني شيشاوا، جمعية أمل يدا بيد شيشاوا لمحاربة الإدمان والتسول. اليوم احنا في وقفة احتجاجية تزامنا مع عيد الحب، احنا كنسميوه بشيشاوا عيد المرارة، لأننا كنحتجوا على وحدة لمعالجة النفاية الطبية المزمع إحداثها بقلب ساكنة حي الأمل وحي الفرح وحي الحسني والشقيرين. هاد الناس رفضوا هذا المشروع ووصلوا عامل جلالة الملك نصر الله بعريضة احتجاجية فيها سينياتور ديال 700 مواطن كيرفضوا هذا المشروع. من بعد ما لقيناش رد فعلي لأن المشروع ترفض لجأنا الاحتجاج كيف ما كتشوفوا، فوالا مرحبا بكم. سمحوا لنا أننا مرحبنا بجنيو بكم مناسبة عيد الحب، مرحبنا بكم في شيشاوا مناسبة بعيد المرارة بالنسبة لهذ الأحياء. فوالا ميرسي. لا تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.